بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا، الحروف التي يجوز فيها التفخيم والترقيق، ما هي أستاذة؟ ايه فضيلة الشيخة؟ الحروف التي ترقق احيانا وتفخم احيانا هي الاحرف الثلاثة الاتية: 1 الالف اللينة، 2 اللام واللام في لفظ الجلالة، رقم ثلاثة الراء والراء. يبقى الالف اللينة واللام في لفظ الجلالة والراء ثلاثة. أما الألف اللينة من حيث التفخيم والترقيق فهي تابعة لما قبلها، تابعة الكلمة، كانت مفخمها تفخم، إن كانت مرققة ترقق. يبقى ما الألف اللينة من حيث التفخيم والترقيق فهي تابعة لما قبلها، فإن كان ما قبلها مفخما فخمت، مثل قال طال وهكذا، وإن كان ما قبلها مرققا رققت نحو شاء جاء وهكذا. ولذلك قال بعضهم: وتتبع ما قبلها الألف، والعكس في الغنى ألف. أما اللام في لفظ الجلالة إن وقعت بعد كسر رققت نحو دين الله، إن وقعت بعد كسر رققت نحو دين الله، وإن وقعت بعد فتح أو ضم فخمت نحو ناقة الله رسول الله وهكذا. لفظ الجلالة إن وقعت بعد كسر رققت نحو دين الله، وإن وقعت بعد فتح أو ضم فخمت نحو ناقة الله رسول الله وهكذا. قال ابن الجزري: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. يبقى قال ابن الجزري: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وهكذا. يبقى قال ابن الجزري، أفضل الشيخ بارك الله فيك أندرستان، قال ابن الجزري: وفخم اللام، وفخم اللام من اسم الله، وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. بارك الله فيكم جماعة، وصلح لك فضلت الشيخ وبابا الدكتور عبد المجود سيد أحمد عطية، دكتور كمال وصلح له ومستر كيمو، والدكتور محمد عبد المجود سيد أحمد عطية وإخواته مسلمين أجمعين، وكل من دخل على قناة ماما وبابا وعلم الحافي اليوتيوب يصلح له بالهم. بارك الله فيكم وجمع، وكل من نشر الفيديوهات يصلح له بالهم في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.